السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانين، اموركم مزيان؟ مرحبا بكم عندي في القناه. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غادي نديروا بسطيله ديال الحوت، مهم بطريقه جديده ومختلفه نهائيا على الطرق اللي كنت شفت من قبل. هانتوما غتعرفوا معايا السر ديالها والتغيير اللي كاين فيها. عندنا هنا السمك ديال السلامو. اللي ما عندوش السمك ديال السلامون يقدر يدير الميرنا. عندنا الكالامار، عندنا الكروفيت، عندنا الثومه والربيع والهريسه، وعندنا واحد الصلصه ديال الطماطم، يعني اختيار اللي بغى يديرها. انا كتعجبني الحموضه ديالها، والسر فيها هو هاد البصله المطحونه. خصكم تطحنوها مزيان، ما كتجيش باينه وكتختر لينا ديك القامه ديال الحوت، كتجي رائعه جدا. غير طحنوها وجربوها على حسابي. عندنا الحامض، يعني عصير الحامض، عارفين الحوت كيبغي الحامض بالزيت. وعندنا الزبده. المهم انتم غتشوفوا معايا المراحل، بطبيعه الحال التوابل. بسم الله على بركه الله. كنديروا الكالامار، كان معايا الكالامار راه ما كياخذش واحد المده كثيره باش يطيب، يعني ما كياخذش واحد الوقت طويل، دغيا كيطيب. هنا درت السمك ديال السلامو في الزبده، طبيعي بحال الزبده درتها هنا ودرتها حتى ليه. ها انتم الزبده، صافي غادي ندوزوا للتوابل. المهم زدت زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا، زيت العود، حتى هنا زيت العود، يعني نفس اللي كنديروا هنا كنديروا هنا. هنا غادي ندير البصله، حتى هنا معلقه ديال البصله مطحونه مزيان. نفس الطريقه غادي نديرها حتى في الكروفيت، يعني كل حاجه كنطيبها بوحدها. هنا واحد جوج معالق كبار ديال العسل الحامض، نفس الشيء هنايا. نديرو ربيع، ثومة مطحونة، ثومة الهريسة وربيع. هاد شوية ديال الصلصة ديال الطماطم، المهم كتبقى اختيارية اللي بغا يديرها. يعني أنا كتعجبني الصراحة، كتجي زوينة. عاد تبعو معايا المراحل إن شاء الله وغادي ننجح معاكم وغادي تعجبكم. صافي دابا غادي ندوزو باش نديرو التوابل ديال الحوت كاملين. كنظن أنا كلشي عارف. المهم أنا معاكم هنا كيما كتشوفوا درنا السكين جبير، ديما العطريه كتبقى على حسب الكميه اللي عندكم. سكين جبير، البزار، الكامون، والتحميره. طبيعة الحال غادي نزيدو دابا الملح ديالنا، يعني نفس العطريه اللي غنديروا هنا غادي نديروها في الكالامار، وغادي نديروها في الكروفيت، نفس يعني نفس الشيء. كنتكايسوا على الحوت ديالنا باش ما يتفرتتش، يعني راه عارفين الحوت ديالك كيطيب، كنحاولوا باش ما يبقاو لينا دوك الطروفه مقادين. كاين اللي كيديروا في الفران، يعني كل واحد وطريقته. انا هذه هي الطريقه اللي كنستعمل. الجبير، المبزار، التحميرة، الكمون، التحميرة والملح، نفس الطريقة غادي نديروها حتى في الكروفيت. هما كيما كتشوفو الحوت ديالنا هو راه طاب، صافي غنطفي عليه ونخرقو معاك. راه البنات نسيت ما كثرتوش ليكم صراحة، نسيتو. دابا عاد غادي نزيدو على الحوت كامل، غادي نزيد الفرقة معرك.
صافي غنوجد لينا الحوت وانا معاكم. المهم كيف ما كتشوفوا معايا هذه الطنجره اللي كنت طيبت فيها الحوت، يعني خليتها يعني ما غسلتهاش حيت كان فيها عين الحوت. غسلت القشور ديال القمرون، غسلتهم مزيان ودرتهم هنايا مع الماء حتى طلقوا لوكو ديالهم. صافي صفيت انايا القشور ديال القمرون وخليت دابا الماء هنا شعلت عليه مازال، عاد غادي ندير فيه الشعريه الصينيه. يلا انتم معايا. المهم هنا غادي نديروا الملح في هذا الماء هذا على حساب الشعريه الصينيه. صافي غادي نرمي وعير، غنرمي وعير شويه ما نخليوهش بزاف حتى حيت الماء اصلا طايب. مازال غادي يدخل الفران. المهم من بعد ما طاب لينا الحوت ديالنا حيدناه كامل الا الكالامار اللي خليناه، وهذاك لاصوص فاش طاب الحوت يعني كله جمعناه هنا باش غنديروا فيه الشعريه الصينيه. ها انتم معايا. صافي دابا غادي نزيدوا الشعريه الصينيه من بعد ما قطعناها بالمقص، حيت طويله بزاف. تقطعوها بالمقص وتخلطوا يعني حتى كتشرب لي قناه كامله، ودرنا واحد الطرف ديال الزبده مع الشعريه الصينيه. صافي غنخلطوا الكل مزيان. المهم كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا استفت الورقه ديالنا هنايا، قطعتها طريفات يعني على حساب الجناب. انا صراحه ما عنديش الطاوه ديال البسطيله، عاد غنشريها، استعملت غير المقله ديال وجده. صافي كننزلوا الشعريه ديالنا. المهم كنستفوا الشعريه الصينيه، ما كنستفوهاش كامله غير النص ديالها حتى كنديروا التفريشه ديال الحوت، عاد كنزيدوا عليها الشعريه ثاني الصينيه من الفوق. صافي غنستمروا على هذه الطريقه. صافي دابا كنزيدو عليها تاني الشعريه الصينيه من الفوق، كنغطيوها. كيفما كتعرفوا يعني راه الشعريه الصينيه راه مخلط معها الكالامار، ما نحتاجوش اننا نستفوه. المهم كنغرسو واحد الطريفات ديال الزبده، وعلى فكره ما درنا يعني عصير الحامض ملي خلطنا الشعريه الصينيه، راه حنا درنا عصير الحامض عليها. كيف ما كتعرفوا الحوت راه كيبغي الحامض بزايد. المهم صافي غادي نكملوا، غنغلفوها كامله. وما نستمروا على هذه الطريقه حتى نغلفوها كامله. صافي دابا غادي ندخلها الفران. كيف ما شفتوا انا درتها في مقله وجده، ما عنديش الطاوه ديال البسطيله. صافي وتقبناها بهذوك العويدات، دابا غادي ندخلها الفران. بالنسبه للبسطيله ديالنا كنقدموها على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه جدا البنات، غير جربوها على حسابي. ولا عجباتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك معايا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والى الفيديو الجاي، بسلام عليكم.